تعالوا نعيش اجواء الاحتفالات على السوشيال ميديا من خلال البدايه بترند الاهلي، ونبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي وحسابه على فيسبوك، وبيقول بطوله ورا بطوله حلمك ملهوش نهايه، ابطال الثلاثيه. طبعا ثلاث القاب مهمين جدا للنادي الاهلي، لكن دايما حلمك ملوش نهايه، ودايما انت عندك اهداف وطموح معين هتحاول ان انت تحققه. عندك فرصه ذهبيه انك تحقق الخماسيه هذا الموسم من خلال سوبر مصري وسوبر افريقي، او سوبر افريقي الاول قبل المصري كمان، فان شاء الله باذن الله نكون موفقين في حصد البطولتين دول كمان. في الجول وحسابهم على انستغرام، وبيقولوا الاهداف الحمراء تتحقق، الثلاثيه في انتظار الخماسيه ان شاء الله تعالى. نقدر ويقدر النادي الاهلي لاعبيه والجهاز الفني يحققوا الخماسيه ويسعدوا جمهور النادي الاهلي. لسه مع في الجول وحسابه على تويتر، وبيقولوا بتحقيق الثلاثيه صار الاهلي هو النادي الوحيد في العالم رفقه اوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي يحقق الثلاثيه ثلاث مرات في تاريخه، انجاز لم يحققه اي نادي في التاريخ. دايما الاهلي الارقام القياسيه هو اللي بيقدر يحطمها يعني في الحقيقه. الاهلي واوكلاند سيتي، اوكلاند ما عندهمش يعتبر يعني بطولات قويه، دايما بيكسبوا دايما بيفوزوا، هم حققوا ثلاثيه ثلاث مرات، فبالتالي الاهلي كمان زيهم حقق ثلاثيه ثلاث مرات. وبعد كده بيجي عدد كبير جدا من الانديه ابرزهم بايرن ميونخ على ما اتذكر حقق الثلاثيه مرتين بس، فبالتالي ده انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي من ضمن الانجازات العديده اللي بيحققها النادي. خلينا نروح لحساب يلا كور على فيسبوك، وبيقولوا موسيماني يكتب التاريخ ويحفر اسمه من ذهب في اذهان الاهلاويه. الدوري المصري انا في وجهه نظري الدوري المصري ما يحسبش لموسيماني، الدوري المصري يحسب لفايلر. موسيماني جه بعد حسم البطوله، هو شارك بس في اخر كام مباراه وقدر ان هو يفوز فيهم وتعادل مباراه وحيده بتاعه بيراميدز، فبالتالي عمل مجهود طبعا جيد مع الفريق. لكن اللي يحسب لموسيماني دوري ابطال افريقيا وكاس مصر. دافع جديد عند موسيماني ان شاء الله خلال الموسم الجديد ان هو يحقق بطوله الدوري الاولى ليه مع النادي الاهلي باذن الله، والبطوله رقم 43 في تاريخ النادي الاهلي. لكن مدرب مبشر جدا في الحقيقه، خصوصا ان هو حقق اللقب الاهم عند جمهور النادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. نروح لحساب سبورت 360 على تويتر، واللي بيقول الاهلي يتربع على عرش سجل المتواجدين لكاس مصر. النادي الاهلي بعد فوزه امبارح 37 بطولة في تاريخه تحديدا في بطولات كأس مصر، فرق 10 بطولات ما بينه وبين نادي الزمالك 27 بطولة. بعد كده بيجي الاتحاد واعتقد أسوان ولا سموحة يا جماعة؟ مش سموحة لا. ماشي بيجي الاتحاد والترسانة عفوا 6 ألقاب، المقاولين 3، إسماعيلي 2، إنبي 2، حرس الحدود 2 أيضا، والمصري بطولة والترام، ويعني بعض الأندية اللي حققوا بطولة واحدة. لكن الأهلي طبعا بيتربع وبيتصدر قائمة الفائزين بعدد وافر من الألقاب في بطولة كأس مصر. حساب سوبر كورة على فيسبوك بيقول الأهلي سيد الموسم، دوري وكأس وأفريقيا، هل يكمل الخماسية؟ بإذن الله هيكمل الخماسية من خلال مجهود وتركيز وجدية خلال الفترة اللي جاية. عدم اكتفاء بيبقى موجود عند النادي الأهلي حتى لو حققت عدد وافر من البطولات، لكن دايما بيبقى عندك هدف لحصد المزيد، وده بإذن الله يحصل خلال الفترة القادمة. خلينا نروح لحساب فيفا على تويتر، واللي بيقولوا كأس مصر 2020 الأهلي يتفوق بضربات الجزاء الترجيحية 3-2 على طلائع الجيش بعد التعادل 1-1 في الأوقات الأساسية والإضافية، يحرز الرقم 37 في تاريخه، الثلاثية الثالثة في تاريخ النادي الأهلي، دوري كأس دوري أبطال أفريقيا. تهانينا يا أهلي، تهنئة في الحقيقة أصبحت معتادة، والفيفا خلال الفترة اللي فاتت هنأوا النادي الأهلي كتير، وإن شاء الله هنأوه كمان خلال الفترة اللي جاية. طيب نروح لحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقول البطل يقود الأهلي لمنصات التتويج، محمد الشناوي بقفازيه يحقق للأهلي بطولة كأس مصر المرة 37 في تاريخه. محمد الشناوي موسم ما فيش أحسن من كده يعني، وبصراحة مش الموسم ده بس محمد الشناوي بيأدي بشكل جيد، لا بقاله موسمين ثلاثة هو رقم واحد في مصر وفي أفريقيا. نتمنى له يا رب كل التوفيق، بطل من أبطال النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يستمر في هذا الثبات في المستوى، وإن شاء الله يستمر في إسعاد جمهور النادي الأهلي رفقة كل زملائه في الفريق بإذن الله تعالى. روح لفاصل سريع بعديه نكمل فقرات الحلقة، يلا.